مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بقى بمناسبة الحر، وبمناسبة إن إحنا دايما بنحب ناكل حاجات حلوة في الصيف وحاجات كده تكون ساقعة، وبرضه كمان نحب ناكل حاجات زي الآيس كريم والحاجات دي كلها. النهاردة بقى هعمل لكم حلو جميل جدا. مش بس كده، ده أنا هقول لكم على طريقة 3 صوصات تقدروا تزينوا بيهم التورت والجاتوهات والحلويات كلها. تاخدوا الحلو من حاجة بسيطة جدا، من مكونين بسيط جدا وحاجة بسيطة، تخلوه حاجة كده بتتقدم في أفخم الكافيهات. حاجة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت تمنها أو سعرها أو تكلفتها ما تعديش اي حاجه خالص بالنسبه للي نشتريه من بره. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوس على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، وشكرا جدا للناس اللي بتدعمني في القناه بانتسابها. ويلا نبدا حالا. عباره عن ايه؟ اول مكوناتنا عباره عن 2 كوباية من الحليب الطازه. يفضل جدا في الوصفات الحلويات نستخدم الحليب اللي هو اصلي، ما يكونش يعني حليب مثلا بودر او حليب مبستر. الافضل ان احنا نستخدم الحليب البلدي الطازه، بس لو مش موجود خلاص يبقى مفيش مشكله ان احنا نستخدم البدائل، بس دايما بقول لكم الحاجه الافضل. 2 كوباية الحليب عليهم 2.5 كبار من النشا، ونقلبهم على البارد، وبعد كده نرفعهم على النار. اول ما يبتدوا يتقلوا معانا بالشكل ده، ننزل عليهم ب1/2 معلقه صغيره من الفانيليا و3 معالق كبار من السكر، ونبدا ان احنا نقلب كويس. يفضل ملحوظة مهمة ان احنا نستخدم السكر الابيض في الوصفة دي علشان ما يأثرش على لون الوصفة بتاعتنا ويغمقها، عايزينها تبقى تفضل فاتحة وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي ان احنا نقلب بالشكل الظريف اللي انتوا شايفينه لحد ما يبتدي الخليط يتكثف معانا، او بالمعنى الادق ان هو يتقل شوية. اول ما يبتدي الخليط يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، هنبتدي نبرده ونكمل باقي الوصفات بتاعتنا، ونكمل ونشوف الصوصات بتاعت الحلويات اللي احنا نعملها. زي ما انتوا شايفين انا هبدأ لكم بصوص الكراميل اللي هو من اشهر واجمل الصوصات اللي بتستخدم في الحلويات، وانا عملت لكم قبل كده كيكة الموز بالكراميل، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وعملت لكم كمان الكريم كراميل. هنيجي دلوقتي هنجيب 1/2 كوباية من السكر، وهنحطها جوه طاسة او جوه حلة، ونرفعها على درجة حرارة متوسطة، ونفضل ان احنا نسيبها لحد ما السكر يبتدي يدوب خالص، وبعد كده نقلبه بسرعة جدا جدا، وننزل عليه 1/2 كوباية من المية الدافية، وبكده ان احنا نقلبهم كويس جدا نبقى عملنا اول حاجة في صوص الكراميل. عشان نتقل صوص الكراميل هنجيب 1/2 كوباية من المية، وعليها 1/4 كوباية من النشا، 1/4 معلقة سوري من النشا، ونقلبهم على البارد، وبعد كده ننزلهم على الصوص واحدة واحدة لحد ما الصوص يتقل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. اول ما الصوص يتقل معانا بالشكل الظريف اللي انتوا شايفينه كده ويفتح، نبتدي ان احنا نقلب فيه شوية. يعني الموضوع كله بياخد حوالي 2 دقيقة على البوتاجاز على نار هادية، وبعد كده بيبقى معانا اول صوص ده، واسمه صوص الكراميل. والصوص ده ممكن تحتفظوا بيه في التلاجة لمدة 3 ايام ما يحصلوش اي حاجة، ممكن تحتفظوا بيه في الفريزر لمدة شهر ما يحصلوش اي حاجة خالص. تاني صوص معانا، وهو صوص الجيلي او الفراولة. هنعمله في البيت، هنعمله في البيت ومش هنشتريه من بره تاني. كل اللي انا محتاجاه حوالي 6 حبات من الفراولة، يفضل الفراولة اللي تكون مستوية شوية، هتدي نتيجة افضل ولونها احمر قوي. هنجيب كده الفراولة وهنبتدي ان احنا نرفعها على النار، واحط معاها 3 معالق من السكر، وعبارة عن 1/2 كوباية صغيرة من المية، ونبتدي نقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين، واسيبهم يغلوا خالص لحد ما احس ان الفراولة تقريبا كده خلاص دابت خالص جوه الميه والسكر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنبدا ان احنا نرفعهم ندخلهم على الخلاط او الهاند بلندر الموجود عندنا، ونبدا ان احنا نضربهم كويس جدا لحد تقريبا ما يبقوا شبه عصير الفراوله التقيل شويه، وده القوام اللي انا عايزاه، او ده القوام اللي انا بدور عليه. هنزلهم تاني في الطاسه او في الحله اللي انا هشتغل فيها، وهبدا ان انا اضيف باقي المكونات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده سبتهم لحد ما ابتدوا ان هم يغلوا شويه عشان اطلع منهم الميه الزياده، وعندي 1/4 كوباية من الميه، عليها 1 معلقه من النشا، واقلبهم كويس جدا على البارد، وانزل عليهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وابدا ان انا اقلبهم واحس كده ان هم ابتدوا يتقلوا شويه بالشكل الحلو ده. ابدا اضيف عليهم 1 معلقه على البارد،
معلقة من الجيلي الفراولة اللي عندي، أو عصير تانك الفراولة، أو أي مكسب لون أو طعم أو ريحة يكون لونه أحمر، عشان يدينا بس طعم وريحة الفراولة، نعزز بقى الطعم. في حاجة كمان بتتباع عند العطار اسمها أصانص الفاكهة، يعني أصانص الفراولة، أصانص البرتقال، أي حاجة من دول. بصوا أي بديل من دول هيدي نتيجة ممتازة. وده بقى صوص الفراولة بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهسيبه يبرد، هيتقل معايا وهيبقى جميل جدا. ده هيبقى جليز حلو جدا لأي حلويات، كيكة، جاتو، تورت، ممكن تزينوا بيه بسكوت، أي حاجة انتوا حابينها. نيجي بقى للحاجة التالتة بتاعتنا. أنا هضيف كوباية من اللبن، عليها معلقة كبيرة من النشا، وأبدأ إن أنا أقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقريبا الوصفة بتاعتنا كلها النهاردة بتعتمد على لبن والنشا وشوية فاكهة. وهجيب عبارة عن ربع معلقة صغيرة من القرفة، وهبدأ إن أنا أقلبهم كده زي ما انتوا شايفين. وببدأ بعد كده أضيف معلقتين من الشوكولاتة الخام الغير محلى. لو انا هضيف شوكولاته مثلا نسكويك او شوكولاته او حاجه كده تكون او كاكاو عليه سكر، يبقى هشيل كميه السكر اللي انا هحطها. هبدا ان انا اضيف مكعب من شوكولاته المطبخ المبشوره، ممكن شوكولاته خام، ممكن كمان الشوكولاته اللي احنا بنقدمها، مفيش مشكله خالص. اي حاجه من دي او اي بديل من ده هيبقى كويس. نبدا ان احنا نقلبهم كويس جدا ونخففهم بالميه علشان هيبداوا يتقلوا معايا جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت دلوقتي اعمل صوص الشوكولاتة. هبدأ ان انا اضيف عليه معلقة صغيرة من الزيت علشان يدينا اللمعة بتاعة صوص الشوكولاتة اللي احنا بنشتريه من بره. وزي ما انتوا شايفين كده هيبتدي الصوص يتقل معانا بعد ما يغلي شوية صغيرين. وكده احنا بدأنا ان احنا نعمل تالت صوص معانا، وهو صوص الشوكولاتة. كده انا عملت لكم صوص الكراميل وصوص الفراولة اللي هو جيلي وصوص الشوكولاتة، وعملنا في الوصفة الاولى خالص المهلبية. تعالوا بقى نشوف هنحول الكلام الجميل ده للأطباق الحلوة اللي احنا شفناها ازاي. كل ده هتشوفوه معايا النهاردة في الحلقة. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. هنبتدي بقى دلوقتي نرتب الأطباق بتاعتنا، او نرتب الوصفة بتاعتنا بطريقة حلوة وطريقة شيك جدا جدا. بس خلي بالكم ان صوص الشوكولاتة هيبتدي يتقل معاكم جامد، يعني مش هيبقى خفيف زي ما انتوا شايفينه في الفيديو، لا هيبقى تقيل جدا. وكل ما هتسيبوه يبرد كل ما هيتقل اكتر. اهم ملحوظه تعملوها في الثلاث صوصات اللي انا وريتها لكم، اهم ملحوظه ان انتوا تغطوا الثلاث صوصات بستريتش بلاستيك او بغطا، علشان ما يبقاش من فوق كده ليهم وش جامد كده بيتقشر. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا او الكاسات او اي حاجه نحب ان احنا نشتغل فيها، وابتدي اصب اول حاجه شايفين المهلبيه يا جماعه قوامها تقريبا مايل للسائل، مش زي ما احنا بنعملها تقيله كده عشان تبقى جميله وطعمها حلو. كده هي مظبوطه جدا. هبتدي ان انا اعبيها، وبعد كده ابتدي بقى اضيف مثلا صوص الفراوله في كاس واقلبه، يبقى عندي كده مهلبيه بالفراوله. شايفين الفكره سهله جدا وبسيطه جدا. هبتدي ان انا اغير بقى في الموضوع ده، يعني مش هحطها كلها مهلبيه بس بيضه، لا هحاول ان انا اغير في الاشكال. اول حاجه انا عملتها واول فكره عملتها، حطيت الصوص الفراوله على المهلبيه، بقت مهلبيه بالفراوله. بعد كده هحط صوص الشوكولاته، دي هتبقى مهلبيه شوكولاته، او هتبقى نفس طعم الدانيت اللي بنشتريه من بره. يعني بصوا هو ده اللي هيبقى الدانيت اللي بنشتريه من بره باشكال وانواع وجمال ما شفتهوش قبل كده. حلوه جدا، من احلى الوصفات اللي هي المهلبيه بالشوكولاته دي، هتعجب ولادكم قوي قوي، اتوصوا بيها يعني كتروا منها لانها بصراحه جميله جدا. نيجي بقى نضيف الكراميل، والكراميل مهلبيه الكراميل دي بتعجب الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي تبقى حلوه بس في نفس الوقت مش مسكره قوي، حاجات كده مظبوطه، يعني دي بتبقى من اجمل الحاجات. في بقى الناس اللي بتحب تعمل طبقات، وفي بقى الناس اللي بتحب الحلو اللي هو يبقى بالطبقات زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت طبقه المهلبيه البيضه، فوقها طبقه من الكراميل، احط طبقه من الشوكولاته او طبقه من الفراوله فوق المهلبيه برضو البيضه، وطبقه من الفراوله وطبقه من الشوكولاته. يعني ممكن كمان اعمل طبقات يعني من الصوص نفسه، يعني اعمل واحده فراوله شوكولاته بيضه زي كده يعني، واحطهم فوق بعض بيبقى شكلهم جميل جدا. دول بقى قدامي حل من الاتنين، يا اما ادخلهم التلاجة ياخدوا بس ساقعه بتاعه التلاجة ويجمدوا حاجه بسيطه جدا بعد ما ازوقهم بالطريقه اللي انا هوريها لكم،
بتاعتكم دي ويتاكلوا كأنهم حاجة حلوة زي أم علي، مهلبية، كاستر جيل، يعني بصوا الحاجات اللي احنا بناكلها دي. يا إما الحاجة التانية أو الاقتراح التاني إن احنا نحط فيهم جواهم ستيك ايس كريم وندخلهم جوه التلاجة، وساعتها بنطلعهم بيبقوا زي شبه الايس كريم ليستيك. طبعا انا هزوقهم من فوق، مش هكتفي بس بالشكل ده، هزوقهم بيه زي ما انتوا شايفين كده، عبارة عن شوكولاتة متقطعة، فواكه مجففة مسكرة، مكسرات، شوكولاتة تكون مبشورة، اي حاجة تكون عندنا ان شاء الله، يا رب سكر بودرة مفيش مشكلة، اي حاجة تكون عندنا بس تكسر اللون او تبين. ممكن كمان قطع من الفاكهة، شوكولاتة، قطع من المانجا، قطع من البطيخ، الموز، اي فاكهه تكون موجوده عندكم. عندنا دلوقتي طبعا الخوخ منتشر بقى كتير، والمشمش والفاكهه كلها بتاعت الصيف، ممكن نستغلها او نستخدمها في الوصفه دي، هتبقى ممتازه وجميله جدا جدا. طبعا اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وتحياتي ليكم، وشكرا جدا للناس اللي بتنتسب في القناه وبتدعمني انتسابها لقناتي، شكرا من كل قلبي، واتمنى دايما تشجعوني وتنتسبوا في القناة وتدعموني بلايكاتكم وكلامكم الحلو المشجع جدا جدا اللي بفرح بيه وبستناه دايما. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير.